في وقته المناسب مجسدا دور مؤسسات البحث العلمي في ترشيد القرار السياسي في المجتمع. لا شك أننا نواجه أزمة شديدة في مصادر الطاقة، وقد نتجت تلك الأزمة بشكل أساسي من مع تآكل الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري وتراجع إنتاج الغاز والمشتقات البترولية الأخرى في البلاد. ونظرا لحاجة الدولة الماسة لتوليد الكهرباء للمواطنين للتغلب على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والنقص في امدادات الكهرباء، قامت الحكومة بتوجيه جزء من الغاز الطبيعي المخصص للصناعة إلى محطات توليد الكهرباء. وترتبط مواجهة تلك الأزمة بمتغيرين، وتحتاج إلى الحفاظ أو الوفاء بمتطلبين. المتطلب الأول هو متطلب اقتصادي، وهو توافر التمويل الكافي والمستمر لتلك المصادر. أما المتطلب الثاني فهو متطلب بيئي، وهو ألا تكون تلك المصادر ضارة أو غير صديقة للبيئة. وفي هذا السياق يتزايد الجدل حول توظيف الفحم كمصدر للطاقة في مقابل المصادر الأخرى. هناك شبه إجماع على أن البديل الحالي لنقص الغاز الطبيعي هو التحول لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة، خصوصا وأن المحطات النووية التي تسعى الحكومة إلى إقامتها تحتاج إلى 10 سنوات لبدء توليد الطاقة منها. وقد طلب خبراء بضرورة قيام الحكومة المصرية بالسماح للصناع باستيراد الفحم لاستخدامه كوقود في البلاد التي عانت أغلب مصانعها من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مما أدى لتقليص حجم إنتاجها وتوقف بعض المصانع. وهنا يأتي دور البحث العلمي. فدور مؤسسات البحث العلمي المتمثلة في الجامعات ومراكز ومعاهد البحوث، وهي إنتاج المعرفة العلمية ونقلها ونشرها وتطبيقها وتقييمها وطرحها للنقاش العام، مع ربط ذلك بالواقع المصري بكافة جوانبه. وهنا يجد علي لزاما أن أشيد بالدور الذي تقوم به حاليا وزارة البحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذلك وزارة الدولة لشؤون البيئة في بحث واستقصاء ومناقشة القضايا المتعلقة بمصادر الطاقة العامة بعامة والفحم بصفة خاصة، وطرح نتائج ذلك على الرأي العام. وتثير قضية استخدام الفحم كمصدر للطاقة عدة إشكاليات وقضايا، من بينها 3 مجموعات من الإشكاليات. المجموعة الأولى تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة وموقفنا منها، وهل نجحنا في اقتحام ذلك المجال أم لا، وهل بدأنا في توطينها في مصر. والنظرة الواقعية المنصفة تؤكد أن البحث العلمي في مصر قد قطع شوطا كبيرا لمشروعات توطين الطاقة الجديدة والمتجددة إلى حد امتلاك مصر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية. وتجربة أكاديمية البحث العلمي تؤكد أن الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالطاقة الجديدة ليست حبيسة الأدراج، لكنها مطبقة بالفعل على أرض الواقع ضمن برنامج وطني لتطوير القدرات المصرية في مجال تصنيع وحدات الطاقة الجديدة والمتجددة. قد تم مؤخرا افتتاح محطة تجريبية لإنتاج وحدات تجميع الطاقة الشمسية المركزة في مصر، وهي أول وحدة متكاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتصنيع محلي وبخبرة مصرية خالصة، بما يتيح إمكانية تنفيذ الآلاف من تلك الوحدات لخدمة مشروعات التنمية في مصر. وهناك العديد من المشروعات التي تدعمها الأكاديمية ويمولها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مشروع تصميم وتصنيع النموذج الأولي لريش طواحين الهواء بطول 25 متر المستخدمة في توليد طاقة الكهرباء من الرياح بمدينة العبور، كما يتم تمويل مشروع متكامل ينفذه فريق بحثي من المركز القومي للبحوث لتطبيق النظم المتكاملة للطاقة الشمسية في الإنارة وتحلية المياه وضخ المياه من الأبار والتجفيف والتبريد وحفظ المحاصيل الغذائية والطهي. أما المجموعة الثانية من الإشكاليات تتعلق باستخدام الفحم كمصدر للطاقة، وهل توقف العالم عن استخدامه أم لا؟ الواقع يقول أن هناك نحو 42 دولة حول العالم تستخدم الفحم، في من أهمها الهند والصين تستخدمان الفحم بنسبة 90% في إنتاج الأسمنت. وهناك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الأكبر في إنتاج واستهلاك الفحم على مستوى العالم، وتنتج 50% من الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم. وفي أوروبا تأتي بولندا على رأس قائمة الدول الأوروبية المنتجة والمستهلكة للفحم، حيث يشكل المصدر نحو 95% من إنتاجها للطاقة الكهربائية. وما يميز الفحم عن باقي مصادر الطاقة هو توفره بكميات كبيرة
وأسعار رخيصة، ونتوقع أن يصل عدد المحطات الكهربائية التي ستعمل باستخدام الفحم إلى 7500 محطة بحلول عام 2015، بزيادة الدول الشرق أوسطية الغنية بالطاقة مثل إيران وعمان تخططان لاستخدام الفحم كبديل للطاقة وتأمين احتياجاتها من مصادر متعددة. المجموعة الثالثة من الإشكاليات ترتبط بالاستخدام الآمن بيئياً للفحم كمصدر للوقود، وهل نحن وعون لذلك ومستعدون له أم لا؟ دكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة أكدت مؤخراً أن الوزارة وضعت منظومة معينة للاستخدام الآمن للفحم كوقود في مصانع الأسمنت، سيتم الالتزام بها من كافة الجهات، ومنها إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذي سيتم استيراده من الخارج ليكون متوافقاً مع المواصفات والمعايير الأوروبية، وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التي من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدام الوقود. كما تقدم وزراء البترول والكهرباء والبيئة والنقل باقتراح للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإنشاء لجنة عليا تضم ممثلي جميع الوزارات المعنية لمتابعة أعمال دمج الفحم في مزيج الطاقة بمصر، على أن يحدد قرار تشكيل لجنة المهام والمسؤوليات الخاصة بها وبكل وزارة تبقى لمسؤولياتها. وناقش الوزراء إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لأساليب نقل وتداول الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله، واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود، وكيفية تخصيص الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط لتطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية ومنهجية تطوير المعايير، بالإضافة إلى إعداد دليل الإجراءات الوقائية للمواطنين والعمال لمتابعة تنفيذها عند استخدام الفحم كوقود طبقا للاشتراطات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية. واتفق الوزراء على أهمية مراقبة تنفيذ منظومة نقل الفحم بوسائل النقل المختلفة داخل مصر وتنفيذ العقوبات على المخالفين، إلى جانب تأكيد على مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بمراحل استخدام الفحم من بداية الاستقبال بالموانئ والتداول والنقل إلى مراحل التخزين والصناعة، وذلك طبقا للتعديلات التي ستتم على قانون البيئة ولائحته التنفيذية لكي تتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية، بما يسمح بتوقيع العقوبات على من يخالف معايير وضوابط استخدام الفحم وتقديمها لمجلس الوزراء لاعتمادها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الرصد والتفتيش والمراقبة على استخدام الفحم طبقا للمعايير الأوروبية في جميع مراحل تداوله. في النهاية أستطيع أن أؤكد وبشكل موضوعي أن ما يحدث ومؤتمرنا اليوم جزء منه يشكل نموذجا للمعالجة العلمية المتميزة لقضية اقتصادية ملحة مع إشراك المجتمع العلمي والاقتصادي وكذلك الرأي العام في مناقشاتها. أتمنى إن شاء الله أن مناقشات هذه الورشة تخرج بينا بنتائج وتوصيات نكون جميعا راضيين عنها، وتكون صالحة أنها تكون إسهام في تنمية الاقتصاد القومي المصري. شكرا جزيلا لحضراتكم. اسمحوا لي أقدم الأستاذ الدكتور محمود صقر عشان يقول كلمة الأكاديمية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفنا أنا يعني أرحب بحضراتكم في افتتاح ورشة العمل عن مسار البيئة لاستخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة في مصر. يمكن كلمة السيد الوزير السيد الدكتور عمرو هي لخصت بمنتهى الدقة الوضع الحالي للطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، خطة الدولة ممثلة في الوزارات المختلفة، ودور منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مناقشة طبعا استخدام الفحم كمصدر للطاقة أثار العديد من التساؤلات والخلافات في وجهات النظر، فكون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تتبنى هذا الموضوع وتدرسه من منظور علمي وتطلع بتوصيات توضح لصانع القرار وللمجتمع المدني إيه هي الأثار البيئية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة. كلنا متأكدين أن الفحم لا زال هو أكبر مصدر للطاقة في العالم من حيث كمية الاستخدام، هو مصدر من مصادر الطاقة المعمول بها والمستخدمة في كل الدول زي ما ذكر دكتور عمرو، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط وعرض الموضوع بأمانة من كل الجوانب، والتوصيات العلمية اللي هي تقلل
من مخاطر استخدام الفحم كمصدر للطاقة. الورشة في غاية الأهمية. احنا عايزين لما يطلع ورقة علمية من مجلس البحوث الهندسية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوضح للرأي العام ولصانع القرار أن استخدام الفحم في الطاقة ليس عمل شيطاني. هناك دول أكثر تقدماً ولا تعاني من يعني من نقص في الطاقة مثل مصر، تعتمد على الفحم بصورة كبيرة، وأي حاجة في الدنيا محتاجة معايير وضوابط للاستخدام. طالما كانت هناك معايير وضوابط لمراقبة المصانع التي سوف تستخدم الفحم كمصدر للطاقة وتقدير معايير للانبعاثات وخلاف والتقليل منها، فده شيء يعني كويس لما يطلع من أكاديمية البحث العلمي. كل أتمنى يا دكتور عمرو أن هذا الكلام يطلع في صورة وثيقة من علماء مجلس البحوث الهندسية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، اللي هم خبراء وعلماء مصر، هم يمثلوا كل المجتمع العلمي في مصر، هم يمثلوا الجامعات والمراكز البحثية، الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، المجتمع العلمي، المجتمع الصناعي، كل المعنيين باستخدام الفحم كمصدر للطاقة. زي ما قال دكتور عمرو، عندنا يعني البحث العلمي يعني قطع شوط كبير في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأتمنى أيضا أن مجلس البحوث الهندسية يتبنى دعوة صانع القرار في مصر في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة كمصدر بديل. لدينا من مخرجات البحث العلمي بعض النماذج القابلة للتطبيق فورا، كما ذكر هناك محطة تجريبية أنشأت بالفعل في مدينة الشيخ زايد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اللي هي المركزات الشمسية بتستخدم المرايا العملاقة لتركيز حرارة الشمس وتحويلها إلى بخار ومن ثم طاقة وخلافه كهرباء. يعني هناك دراسات بتؤكد من خبراء الطاقة، أنا لست خبيرا يعني، ولكن من التقارير اللي بنطلع عليها أنه يمكن في الغد القريب توفير على الأقل 20-30% من مصادر الطاقة المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن طريق الاعتماد على المركزات الشمسية في توليد البخار في الصناعات اللي بتعتمد على البخار. تكنولوجيا موجودة متوفرة حضراتكم، لو اعتمدنا مثل هذه التكنولوجيا في الوقت الحالي هنوطن صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر. يعني عشان يبقى في إقبال وتبقى الطاقة الجديدة اقتصادية في مصر، لازم نوطن هذه الصناعة. عشان نوطن هذه الصناعة احنا عملنا محطة تجريبية، والمحطة التجريبية تصميم وتنفيذ ومتابعة فريق بحثي من العلماء المصريين. استوردنا بعض المكونات في المحطة لا تتجاوز 15% من مكونات المحطة، وهو ما يعرف بالمولتن سولت أو الملح اللي هو بيركز حرارة الشمس. الألواح الزجاجية من الورش اللي تصنعت في مصر من مصانع زجاج مصرية، التصميم، وحدات التحكم، كله تكنولوجيا أو نوهاو مصري 100%. طب إيه اللي ينقصنا؟ يعني إيه اللي ينقصنا عشان كل مصنع كثيف الاستهلاك للطاقة يستعوض عن طاقة البخار اللي بيجيبها من الكهرباء من الطاقة الشمسية؟ واستخدام توليد البخار بالطاقة الشمسية سهل جدا، مش معقد. يمكن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية هي اللي شوية استثماراتها أو جدواها الاقتصادية لازالت مرتفعة الثمن مقارنة طبعا بالطرق التقليدية. لكن البخار عندنا صناعات كثيرة جدا بتعتمد على البخار، صناعات يمكن في الغزل والنسيج، في الجلود، في المنظفات، في الصناعات الغذائية، في التكييف والتبريد، في المؤسسات الكبيرة، في الفنادق، في القطاع السياحي. كل هذه الطاقة بتعتمد على الطاقة الكهربية. هذه يمكن توليدها بسهولة ويسر جدا من الصبح باستخدام المركزات الشمسية. مركزات الشمسية قلنا هنستورد جزء لا يتعدى 15% من الخارج، 85% موجود، يبقى جزء. عشان تبقى في صناعة طاقة شمسية عايزين مصنع يطلع إزاز بمواصفات عالية. خبراء صناعة الزجاج في مصر، مش عايز أذكر أسماء، ولكن من باب ان احنا نتاكد ان احنا عندنا القدره، جريش على سبيل المثال قال انه ممكن يصنع الازاز ده بالمواصفات اللي احنا عايزينها ان كيس يبقى هناك طلب، لانه مش هيعمل خط انتاج عشان يطلع 40 50 متر يعني. فاحنا عايزين ورقه علميه صريحه بتدعو الى الاعتماد على المركزات الشمسيه في الصناعات اللي بتعتمد على الطاقه الكهربيه في توليد البخار. لا يعني بكل ثقه
بنؤكد لحضراتكم ان هذه التكنولوجيا موجوده. الفحم حضراتكم هتدرسوا وتطلعوا للمجتمع العلمي ورقه علميه واضحه وصريحه ايه هي الدول اللي بتستخدم الفحم كمصدر للطاقه، ترتيبه ايه بالنسبه لمصادر الطاقه الاخرى. وكلنا متفقين ان هو ربما من وجهه نظر بعض خبراء البيئه او بعض الاحزاب اللي هي ما يسمى حزب الخضر وخلافه في اوروبا يكون ما يكونش ده الحل البديل او الامثل، ولكن هناك ظروف ملحه وضاغطه، هناك صناعات على وشك التوقف، هناك مشاكل في الطاقه، ربما يكون مش الحل الامثل ولكن هو حل ضروري في مرحله انتقاليه الى ان يتم توطين صناعه الطاقه الجديده والمتجدده في مصر. احنا عندنا مشروعات في المركز القومي للبحوث وفي الهيئه الاكاديميه العربيه للنقل البحري وفي الجامعه الامريكيه وفي جامعه القاهره عن تطبيقات متكامله للطاقه الشمسيه. هناك ثلاجات تستخدم بصناعه الالواح الشمسيه، هناك رفع مياه الابار من الابار باستخدام الطاقه الشمسيه، هناك حفظ وتجفيف الاغذيه باستخدام الطاقه الشمسيه. كل هذه التطبيقات صدقوا مش كلام انشا، موجوده على ارض الواقع، عايزه بس حد يقول خلاص هنعتمد على الطاقة الشمسية في تبريد وحفظ الأسماك في المصايد والأماكن الساحلية. خلاص جملة من أول السطر. يبقى ده توجه. إحنا إيه اللي مطلوب مننا كبحث علمي؟ يعني ما هو المطلوب من البحث العلمي في الوقت الحالي؟ إنه يقدم حلول تكنولوجية متوفرة بخبرات وطنية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. طب جينا في المركزات الشمسية المحطة موجودة، جينا زي ما دكتور عمرو قال من شوية في طاقة الرياح والريش بتاعه توربينات الرياح اللي هي اهم مكون على ما افهم، يعني انا مش مهندس، في طاقه الرياح، في صناعه طاقه الرياح، لان الريشه بتاعه الرياح اللي هي 25 متر دي تقريبا اتوبيس ونص ولا اتوبيسين زي جناح الطياره تقريبا، ضخمه جدا وعملاقه. تصنيعها عمليه مهمه جدا جدا لان نقلها اكتر من تصنيعها. يعني حد يتخيل ان انا عشان انقل هذه الاطوال والاحجام العملاقه في من اماكن بعيده في الهند وفي استراليا وخلافه دي مكلفه اقتصاديه جدا. فلو خدنا القرار ان يبقى عندنا مصنع لانشاء ريش طواحين الهواء في 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 واحنا مميزين، يعني احنا النقل من عندنا هيبقى يعني مش مكلف ابدا لانه من عندنا المواني للقناعه لكل العالم يعني، ودي ميزات تنافسيه موجوده لمصر. ربما ما نملكش التكنولوجيا زي دول اخرى ولكن عندنا ميزات اخرى تعوض الفرق او الفجوه التكنولوجيه مع بعض الدول. اي كلام هيتقال من اي مسؤول مش هيلاقي قبول، لكن لما يجي من علماء مصر واللي هو اكاديميه البحث العلم والتكنولوجيا بدون تدخل وبدون توجه لراي معين او لفصيل معين هيكون له قيمه. وفي كل العالم الاكاديميات الكلمه اللي بتطلع من الاكاديميه الستيتمنت اللي بتطلع من الاكاديميه هي اعلى حاجه في الدنيا، لأن العلماء هم أعلى الناس قدراً وعلماً واللي هم منزهين عن أن هم ينتموا إلى حزب أو إلى غيره أو يروجوا لفكرة معينة. كل ما نرجوه من حضراتكم أن خلاصة النقاش يتم صياغتها يا دكتور عمرو في صورة وثيقة ويتم تعميمها على كل قطاعات الدولة لأن هتبقى لها وزن. مش عايزين نسيب المجال إن يبقى مجرد رأي مصر العلمي في موضوع معين يكون من خلال حوارات وبرامج توك شو، يعني لازم يطلع وثيقة علمية رصينة من علماء مصر اللي هم في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يقولوا رأي العلم في استخدام الفحم عشان نقلل من الاحتقان والدبيت اللي هو موجود في المجتمع العلمي. لازم يطلع توصية واضحة وصريحة بضرورة الاعتماد على الطاقة الشمسية ومركزات الطاقة الشمسية في المصانع اللي بتعتمد على البخار. لازم يطلع توصية واضحة وصريحة ان توليد الكهرباء والصناعات الغذائية في الاماكن النائية والمحافظات الحدودية يجب انها تعتمد على الطاقه الشمسيه. وبعدين قولوا لنا بقى كتنفيذيين، يعني انا كموظف تنفيذي في الحكومه وفي الاكاديميه، يعني قولوا بقى طب عايزين بقى والله عايزين المحطات دي بقى، عايزين نعمل كذا محطه وهكذا. يعني انا مش عايز اطول على حضراتكم، انا يعني بقدر يعني عاليا اختيار هذا الموضوع الهام من خلال مجلس البحوث الهندسيه ومناقشته بواسطة علماء اجلاء، واتمنى لحضراتكم التوفيق. واسف على الاطاله بس كان لازم اجي ارحب بحضراتكم. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للجزء الاول في ورشه العمل، العنوان بتاعها كما هو موضح في
جدول أعمال الورشة واللوحة الموضحة أمام حضراتكم يختص بالعدالة البيئية. العدالة البيئية هتتضح في نهاية العرض اللي بيتكون من 4 أجزاء. الجزء الأول بيختص بالمشاكل القومية التي تتأثر بها مصر، وإزاي إن ممكن حل مشكلة زي مشكلة الطاقة يساعد في حل بعض هذه المشاكل. الجزء الثاني من العرض بيتبين أو يتضمن خريطة طريق علمية لحل مشكلة الطاقة، وهنوضحه بالتفصيل لأن هو ده قلب الحوار اليوم. الجزء الثالث بيتضمن ايه هي بقى العدالة البيئية اللي هي عنوان هذا اللقاء، ثم الخاتمة والتوصيات وآليات التنفيذ والخطة الزمنية والمراجع اللي استندنا إليها في عمل هذه الدراسة. نبدأ بالجزء الأول واللي فيه 3 مشاكل حقيقية أنا بعتبرها مشاكل قومية. نبدأها بما يسمى بالأمن المائي. سنة 2005 الأمم المتحدة طلعت وثيقة قالت إن في حزام للدول التي تعاني من الفقر المائي، وللأسف جاء فيها مصر. الوثيقة دي أضافت إن في 2025 ستتحول مصر من الفقر المائي إلى المجاعة المائية. منتهى الخطورة، مجاعة مائية بعد فترة زمنية لم يكن في ذلك الوقت أحد يتحدث عن السدود في أثيوبيا، لا سد النهضة ولا حاجة، ده الكلام ده 2005. مشكلة المية دي قد تحل لو اتحلت مشكلة الطاقة. نروح لنقطة أخرى، مشكلة أرى أيضا من وجهة نظري المتواضعة أنها تمثل مشكلة، وهي الأمن الغذائي. بنك الغذاء المصري قال 48% من المصريين فقراء. المثل بتاع زمان محدش في مصر بيبات بدون عشاء، لا ده دلوقتي اللي عنده لا افطار ولا غدا ولا عشاء. الاحصائيات الرسميه بتاعت الدوله بتقول تقريبا 5% في جنوب مصر فقر مدقع، وربع السكان فقراء. هل يمكن حل المشاكل الخاصه بالغذاء؟ نعم، نحتاج طاقه. نروح لمشكله ثالثه. المشكله الثالثه هي غريبه، في 100 سنة تقريبا لم يزد متوسط استهلاك المصري من الأزياء التي يرتديها عن 0.5 كيلو. تصوروا في سنة 1950 كان المصري بيستهلك 4.5 كيلو جرام أزياء وملابس. 2014 المصري يستهلك 5 كيلو جرام ملابس. طب في إسرائيل كام؟ 55 كيلو جرام في السنة. يعني الناس لا عندها وعي ملبسي ولا عندها ثقافة ملبسية، وممكن نقول إن مشكلة الأمن الكسائي تتأثر قطعاً بالطاقة. يعني أنا لو حليت مشكلة الطاقة ممكن أحل مشكلة المياه، عندنا بدل البحر 2، التحلية عايزة طاقة، ممكن تتحل مشكلة الأمن المائي، ممكن تتحل مشكلة الأمن الغذائي، ممكن تتحل مشكلة الأمن الكسائي. طيب ما دام بتتكلم على الطاقة، ما هو الوضع الحالي للطاقة في مصر؟ المخطط اللي قدام حضراتكم بيقول إن مصر بتستهلك 49% غاز طبيعي، البترول 45%، والطاقة من مساقة المياه والمقصود بها السد العالي 5%. وفي طبعا هنا بقى الملاحظة إن في 1% من الطاقة فحم. يعني الناس اللي بتقول لا للفحم، ده احنا بنستخدم الفحم يا جماعة، مصر تستخدم الفحم فعلا في توليد الطاقة، ده كلام المصدر بتاعه موجود صحيح بنسبة 1%، انما في خبراء عندنا يعرفوا يفيدونا ويقولوا لنا ازاي نتحكم في الاثار بتاعة الانبعاثات الخاصة بها. طيب اجمالي استهلاك مصر من الطاقة 29 جيجا واط. لو شغلنا المحطات بتاعت مصر كلها بطاقة وبكفاءة أعلى من 42% اللي بتشتغل بيها حاليا، العالم بيشتغل محطاته 54%، احنا محطاتنا شغالة 42%،
لو شغلناها 54 هننتج 26، يعني اقل من المطلوب. ما هي النتيجه اللي حضراتكم شايفينها ده؟ ايه دي النتيجه؟ طب ما هو النتيجه دي فيها فين العداله البيئيه؟ ان انا اطفي على الريف علشان اشغل النور في المدينه، واطفي على المدينه في اوقات تتاثر فيها صناعات، وخصوصا ان لو حد فكر ينشئ محطات لتوليد الطاقه الكهربائيه بطريقه غازيه، يعني يستخدم الغاز بالاضافه للمحطات الحاليه، عايز سنتين. ولو اتجهنا الى الفحم يبقى عايزين 5 سنين. ولو بدانا نشوف الدراسات اللي هي بتتعمل ونعتمد عليها، يبقى اللي احنا شايفينه ده هيستمر معانا لفتره زمنيه لا تقل عن 3 سنوات الى 5 سنوات. يبقى في مشكله. طب الدول الاخرى، الدول المحيطه بمصر بتتعامل مع قضيه الطاقه دي ازاي؟ ايضا عندهم تنوع في مصادر هذه الطاقه زينا، انما لو قسنا الارتباط بين سلوك مصر في التعامل مع قضيه الطاقه مع السلوك العالمي في التعامل مع نفس القضيه، واستخدمنا معاملات زي معامل كاندل، الخطه العظمى بواحد بلاقي العلاقه طلعت 18. يعني احنا اضعف وعندنا مشكله من زمان ليست وليده الساعه. سؤال، عامل خناقه في مصر ما بين وزاره البيئه واتحاد الصناعات على موضوع اسمه الفحم. هل هو الفحم، الفحم ده هو الحل؟ احنا عندنا جنوب العريش حوالي اقل من 200 كيلو في يعني منجم اسمه المغاره، تقدر الاحتياط بتاعه ب 50 مليون طن. الاستهلاك اللي فيه 1% فقط. قد تكون للاثار البيئيه حدود، او لان مصر بتعتمد على الغاز في المقام الاول، ومعروف ان الانبعاثات اللي طالعه من الفحم 30 مره سوء عن الانبعاثات اللي طالعه من الغاز. طيب الدول اللي هي بتستخدم الفحم ده عندها مشاكل؟ الاجابه نعم. عدد الوفيات في امريكا على سبيل المثال وصلت ل 35,000 حاله العام الماضي. وحاجه لحضراتكم هيستوجرام يبين هذه الارقام. الشركات اللي في مصر اللي قالت وبدات في تطبيق وتغيير منظومه الوقود لديها الى الفحم، وزاره البيئه قالت هوقع عليكم الغرامات اللي في القانون 4 سنه 94 والتهديدات والسيوف على الرقاب. وبيطالبوا اصحاب المصانع من ان هم يدوروا على مصادر اخرى للطاقه. الجدول بيوضح ان دول في افريقيا زي جنوب افريقيا 93% من الطاقه في جنوب افريقيا من الفحم، ودول في اوروبا ودول في امريكا تتناول هذا الموضوع وبنسب اقلها المانيا 41%. في قيم اخرى الولايات المتحده الامريكيه 45%، اليونان 54%، اسرائيل 58%. الشكل الاولاني الفوقاني ده اللي هو على اقصى الشمال ده بيوضح نسب الوقود المستخدمه في انتاج الكهرباء في العالم، وواضح ان العمود بتاع الفحم بيحتل الصداره. على الجانب الاخر المشاكل الناتجه من ذلك، وواضح ان العمود الاكبر بيتكلم على الازمات الصدريه والامراض المصاحبه لاستخدام الفحم. اللون الاسود واللون الازرق ده الانبعاثات. الانبعاثات اللي طالعه من الفحم 30 مرة أسوأ من الانبعاثات اللي طالعة من الغاز. يبقى في عقدة؟ طب نحلها ازاي؟ في 4 طرق للحل. إما الخبرة، المشاهدة، التجربة والخطأ، ودول ما استخدمناهمش. لا، احنا هنستخدم الأسلوب العلمي ونقدم خريطة الطريق للحل. مش بحث، إنما بنقول للناس كيف يمكن ان نتعامل علميا في مشكله زي مشكله نقص الطاقه في مصر. هذه الخريطه بتنقسم الى جزئين. الجزء الاول خاص بالاختيار الامثل لمصدر الطاقه. الجزء الثاني منها مصدر الطاقه اللي انت هتختاره، وده طبقا لمعايير هقولها الان وحضراتكم هتشاركونا في صياغتها زي ما هقول بعد شويه.
الانبعاثات اللي تطلع هل يمكن التحكم فيها علميا؟ الاجابه نعم. وهندي لحضراتكم نموذج رياضي علمي يختص بهذه القضيه ويتناولها. قبل ما نبدا في المشكله ندي كده مور اباوت مين؟ الكيلو وات ساعه من الكهرباء من الفحم 35 سنت. طيب من البترول 75. يبقى اللي يقولوا نعم للفحم لانه ارخص على حق. واللي يقولوا لا للفحم لانه ممكن يعمل مشاكل صحيه برضه على حق.